قام قطاع السجون بتنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان مخاطر الفكر المتطرف ومكانة الشهداء، وذلك لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين في منطقة سجون طرى بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حيث أكد أهمية الدور الذي يقوم به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار. المعاني الإسلامية قائمة على النبل والشهامة والمروءة، فمن مات في سبيل ذلك دفاعا عن وطنه أو عرضه أو عرض الآخرين أو ماله أو مال الآخرين فهو شهيد. بنهنئ وزارة الداخلية بعيدها الوطني، بعيد الشرطة، متمنين لأبنائها كل التوفيق في مهامهم الوطنية.